مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم رسائل. وحشتوني جدا. حلقتنا النهارده بتتكلم عن رساله مميزه زي اي حلقه بنقدم فيها رساله مميزه ومحتوى قوي. خليني قبل ما نبدا الحلقه النهارده نستقبل دعاء، نرحب بزميلتي دعاء. اهلا بيك يا أهلا علي بيك، واهلا بكل الناس الحلوه اللي بتشوفنا. وطبعا عايزين نهني اخواتنا المسيحيين بالعيد، كل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما كل السنين سعاده وصحه عليكم. وخلينا بقى يا علي نبدا حلقه النهارده، هنتكلم عن ايه؟ حلقتنا النهارده بتتكلم عن رساله مميزه جدا لانها بتناقش ظاهره مش بتخص مصر بس ولا بتخص الوطن العربي، لا دي ظاهره منتشره في العالم كله وهي ظاهرة الكورونا. حلقتنا النهاردة إن شاء الله هتكون مميزة زي كل حلقة بنقدمها، هنكون فيها جزء اجتماعي وفيها جزء كوميدي. خليني الأول قبل ما نتكلم في الظاهرة خلينا بس الأول ناخد، بما أننا هنتكلم النهاردة عن كورونا، خلينا ناخد رسالة مهمة جدا من ضمن الرسائل اللي جات لنا على صفحة البرنامج بنتكلم فيها عن واحدة بعتلنا الرسالة دي بتقول لنا ان هي جالها كورونا ولما جوزها عرف الموضوع ده مشى وساب لها البيت، بتكلمه علشان ان هو يرجع ياخد الاطفال، هم عندهم طفلين، فقال لها لا الاطفال مش بتتعدي بالكورونا بس الناس الكبيرة بتتعدي بسهولة، ورفض ان هو يرجع ياخد الاطفال وكمان استغل الفرصة دي وراح اتجوز عليها. هي كمان بتقول ان جوزها اناني وصعب التعامل معاه، طول الوقت كان بيعملها بشكل مش كويس، وهي كانت بتعدي لان للاسف هي والدها والدتها متوفيين، فبتقول ماليش حته ان انا اروح فيها فخلاص كنت مكمله عشان اولادي. بس هي مشكلتها دلوقتي بعتلنا بتقول انا ما بشتغلش لان مش معايا تعليم عالي، وانا كل اللي طالباه منكم ان انتوا تساعدوني ان انا الاقي شغل كويس اصرف بيه على عيالي لان انا مكسوره جدا ومتدمره نفسيا ومش قادره ارجع اتعامل مع الراجل ده تاني. طيب انا يعني مبدئيا كده مش قادره اتخيل يعني ايه ان في راجل او حد يكون بالشكل ده ويكون سوي نفسيا ان هو حتى كمان اطفاله ما يفرقوش معاه ويسيب البيت ويسيب مراته ويروح يتجوز ويعيش حياته بشكل عادي جدا. بس خلينا نقول ان المشكله بدايتها مش هنا، المشكله بدايتها من زمان جدا، من ايام ان انت ازاي بتختاري الراجل اللي تكملي معاه حياتك، من وقت الخطوبه وانت بتبداي تتعرفي على الراجل ده عامل ازاي، بيعاملك ازاي. طبعا الحاجات دي كلها بتبان من اول اعرف ازاي ان انا هختار راجل اصيل، راجل يكون امان ليا، امان لبيتي، امان لاولادي. انت لازم اول حاجه تفكري فيها ان انت بتختاري راجل اب لاولادك. ففي حاجات كتير قوي بتبدا تخليكي تعرفي انت بتختاري صح ولا لا. من اول بقى الحاجات دي ان انت هتبداي تحكمي على الشخص ده، هو تشوفي هل الشخص ده بيصلي، عارف ربنا، قريب من ربنا. من هنا بتقدري تحكمي الشخص ده هيتقي ربنا فيكي ولا لا. برضو من الحاجات المهمة جدا ان انت تبدأي تشوفي الشخص ده علاقته بأهله عاملة ازاي، بيعاملهم ازاي، كويس معاهم ولا بيبدأ يغلط في أهله، بيعاملهم وحش. من هنا برضو كمان هتعرفي هو هيعاملك ازاي بعد كده. برضو انت بتكتشفي ازاي ان الراجل ده هيبقى سند ليكي ودايما بيدعمك، ان انت تبدأي تلاحظي انت دلوقتي تعبانة بيسأل عليكي ولا بينسى اصلا يسألك انت عاملة ايه، بيقف جنبك لما يكون عندك مشكلة ولا بيتحجج ويهرب ويروح يشوف حاجات بقى تانية يعملها. فمن هنا هنبدأ نحكم. طيب خليني برضو نقول حاجة كمان مهمة جدا، وقت الخلافات وقت المشاكل انت بتبقي شايفة الشخص ده بيتطول عليكي ولا بيهينك ولا بيحترمك ويقدرك. وقت الخلافات وقت المشاكل هتخليكي قادرة كويس جدا تحكمي على الشخص اللي قدامك. طبعا دي نصيحة صغيرة كده للبنات، حبيت بس ان انا يعني اتكلم عنها لان المشكلة حقيقية صعبة جدا. وهنبدأ بقى نكمل الحلقة بتاعتنا ونتكلم اكتر عن كورونا، وتكلمنا بقى اكتر عن كورونا. كورونا يعني. كورونا كورونا فيروس. طيب كورونا، خلينا نبدأ من اول نشأة كورونا. طبعا كلنا معظمنا عارف كورونا نشأ امتى والمدينة اللي نشأ فيها او ظهر امتى. خلينا الاول ناخد كل الحاجات التقارير اللي معانا النهارده موثقه من مواقع سواء منظمه الصحه العالميه او من مواقع اخرى زي البي بي سي، سكاي نيوز. فكل كلام هنقوله النهارده ده موثق من المواقع او من منظمه الصحه العالميه.
خلونا الاول نعرف يعني ايه كورونا زي ما احنا عارفينها، او ناكد او نعرفها للناس اللي مش عارفينها، او نعرفها للناس اللي نسيتها. طيب نعرض الصوره الاولى. هو بيقول لك ان فيروس كورونا هو فيروس انتشر في مدينه ووهان في الصين في سنه 2019 في شهر ديسمبر. حقيقي ان فيروس كورونا هو اخر سلسله من سلاسل كورونا اللي هو اسمه كوفيد 19. طيب فكده ده تعريف الفيروس كورونا. خلونا كمان ناخد الاعراض اللي بتسببها مرض كوفيد 19. الصوره الثانيه برضو بيقول لك الاعراض اللي بتظهر على الناس المصابين بكوفيد 19 اللي هو بيبقى عندهم ارهاق، عندهم ارتفاع في درجات الحراره قد تصل للحمى، عندهم كمان احتقان، عندهم بيوصل في التهاب في الحنجره، او اعراض كتير جدا ممكن تحصل ليهم. طب بيقول لك كمان ان معظم الناس اللي اتصابت حوالي 80% من المرضى اتعالجوا دون ما احتاجوش لاي علاج، اتعالجوا انا اسف ما احتاجوش لاي علاج. بيقول لك كمان ان الاعراض بتشتد لدى شخص واحد، يعني بيقول لك من كل 5 أشخاص بيصاب شخص واحد بس. طيب عندنا ايه تاني؟ طيب في حاجة مهمة جدا وانا حقيقة اول مرة اعرفها، حجم فيروس كورونا. حجم فيروس كورونا هو بيقاس بيقول لك ان يقاس الحجم المجهري لفيروس كورونا المستجد او عدد الفيروسات التي يمكن ان تصيب شخص واحد. وجد ان العلماء ان الكمية الاجمالية اللازمة لاصابة 54 مليون انسان تبلغ نحو 8 ملي متر من الفيروس. يعني ايه الكلام ده؟ طيب خليني اشرح لكم الكلام ده بشكل احسن. في احد العلماء عمل ابحاث على حوالي 200,000 شخص في جميع الدول او معظم الدول المصابين بالفيروس ده. المعظم المصابين اللي وصلوا عددهم حتى الان 55 مليون، الفيروس حجمه اللي موجود في كل الناس اللي اتصابت الخفت او اللي ماتت او اللي لسه عايشين وخفوا بيتمثل بحجم 8 ملي مترات. مظبوط؟ 8 ملي مترات. يعني ايه؟ يعني حجم الفيروس اللي منتشر فيهم كلهم زي المعلقة الصغيرة اللي فيها تمليها مية او فيها سائل. هو ده حجم الفيروس اللي منتشر في العالم كله اللي صاب جميع الناس. طيب لكن الحجم الفعلي للفيروس كورونا هو عبارة عن، هاتوا الصورة الرابعة بتاع الحجم الفعلي لفيروس كورونا لو معانا نشوف طيب اوكي لو معانا نشوفها احسن. طيب خلينا كمان ناخد حاجة مهمة جدا. طيب خلينا ناخد حاجة مهمة جدا. طب عامة خلينا كمان ناخد شكل الكورونا. طبعا هو عبارة عن شكل المسامير المدببة. في ايه تاني معانا؟ ايه تاني؟ طب خلونا نتكلم في اعراض الكمامة اللي تنفع والكمامة ما تنفعش. بيقول لك ان الكمامات اللي موجودة في السوق ما نعرفش نفرق ما بين الكمامة اللي تنفع ولا ما تنفعش. اي حد موجود ما يعرفش يفرق ما بينهم. مين اللي يعرف؟ الناس المتخصصة الخبيرة. يعني الكمامة اللي احنا بنستخدمها اللي هي الكمامة دي، لو تقرب الكاميرا منها، الكمامة دي محدش يقدر يفرق ما بين الكمامة العادية والكمامة اللي بتصنعها الدولة. طب نفرق ما بينهم ازاي؟ نفرق ما بينهم اي كمامة لما بنيجي نشتريها لازم نشتريها من مصدر موثوق فيه. يعني ايه؟ لازم تكون صيدلية او مصدر موثوق فيه، والعلبة لازم تكون عليها رقم التشغيل وعنوان المصنع. غير كده ما نشتريش الكمامات دي. كل الكمامات اللي موجودة اللي ملهاش رقم تشغيل او عنوان لمصنع ما تنفعش وملهاش اي 30 لازمة. ده بالعكس، ده هي ممكن تصيبك بامراض زي ضيق في التنفس او بتلم الميكروب حواليها
او لما بتتبلل بتلم الميكروب اكتر، فبالتالي كل الكمامات اللي موجوده في السوق ما تنفعش غير الكمامات المصرح بيها وزاره التشغيل او اللي مكتوب عليها عنوان المصنع واسم الشركه اللي مصنعاها. اوكي، ده بالنسبه للكمامات. معانا ايه تاني يا شباب؟ طيب خلينا يا علي نبدا ناخد التقارير اللي احنا عاملينها من قلب الشارع. وطبعا زي ما اتكلمنا دلوقتي عن المشكله اللي انا حكيتها لكم اللي مبعوثه على رسائل الصفحه، قد ايه ان الازمه بتبين معادن الناس. وزي ما شفتوا نموذج البنت دي اللي بعت لنا القصه، ان اول ما اتصابت بالكورونا جوزها اتخلى عنها ومشى وسابها، وكمان اتخلى عن اولادها. خلونا بقى نشوف الشارع المصري والناس الجميله اللي في الشارع المصري لما نزلنا وبدأنا نعمل معاهم مقلب ان احنا عندنا كورونا. تعالوا نشوف رد فعل الناس عامل ازاي، وهل الناس كلها بتتخلى عن شخص محتاجهم او بيسأل او مصاب، ولا في ناس بجد جدعة وبتقف جنب حد محتاجهم. تعالوا نشوف ونرجع مرة تانية. اوصفي لها المكان او اكتبي لها المكان وخدي بالك هي النتيجه بتاعتها طلعت ايجابي. تمام، هي اصلا بتاعت ايه؟ دي التحليل عن فيروس كورونا. هي النتيجة ايه؟ نتيجة التحاليل ايه؟ نتيجة التحاليل ايه؟ تمام. يعني يا فندم ما تعامليش معاها، ده الافضل لحضرتك. خلاص 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 حضرتك خلاص حاضر. اسألي نتيجة التحاليل ايه يعني؟ اتفضلي. بيقول لك ايه اصلا يعني؟ ايوه بيقول لك ايه؟ نتيجة التحاليل ايجابية. نتيجة التحاليل إيجابي. إيجابي إيجابي. ماما اعملي إيدك كويس. مسك ماما. ده هتاخدها في حضنها، هتاخدها في حضنها وعندها فيروس. خلاص خير خير خير. هو روبوت. ده مقلب من كل الله. ده مقلب. انت بتزعقيني ليه بقى؟ علشان انت حصلتني الموضوع جاي بقى. انا مش عارفه اجيبها لها ازاي وانت عمال. طب ماشي، ما هتجيبها لها ازاي؟ انت هتقولي لها حد توفر ما حسسكيش بان في حد قلقان منها. انا مش عارفه اجيبها لها ازاي وعماله بتتنقل علشان ما حسسهاش ان الموضوع يخوف. نزل الكاميرا. يا خرابي، ده الكحه بتاعتها جايه هنا. نعمل انت كريش. الو الو، عايز ايه؟ انت عايز تروح المعمل ده؟ المعمل ده فين؟ المعمل ده فين بالظبط؟ المعمل ده فين؟ المعمل ده فين بالظبط؟ فين؟ ايوه. هي فين بقى؟ فين فين؟ عندها كورونا. عندها كورونا. عندها
عامل ايه؟ تديني الورقه وماشي وما قلتليش حتى عندك كورونا. اه طب اكتب لها، طب قول لها اي حاجه. انت خفت صح؟ انت قلبك وجعك؟ حقيقي احنا نعمل فيلم مشترك انا وانت، يعني انا ما مسكتش نفسي من الضحك والمواقف اللي انت بنتعرض ليها. هم نموذجين مختلفين. أوه. البنت فضلت واقفه جنبي وخايفه تقول لي الخبر موضوع البنت ده موضوع تاني، انا بكلمها بالزعاله في خلاص يعني ما هي اتصدمت وهتاخدك بالحضن خلاص، مش عارفه تتصرف ازاي ومش عايزه تخوفني ولا تحسسني ان هي خايفه مني، بس المفروض برضه يكون في يعني شكل تاني للتعامل خلاص، يعني ولا تسيبك وتمشي زي التوك توك ويجري، او عندها ايه كورونا عندها خلاص سيبك ومشي. طيب خايف طب لا، المفروض يكون في تعامل تاني خلاص، انا ابتدي اخد بالي من الشخص اللي قدامي مصاب خلاص، الكمامه لو انا مش لابسها احطها على فمي تغطي الجزء ده، وزي ما انا قلت الكمامه لازم أن تكون عارفين ان هي ليها رقم تشغيل او عنوان لمصنع، ما نجيبش اي كمامه خلاص، وما ينفعش الموقف تاني انا اخدها بالحضن واقول لها حقك عليا ومعلش. وخلينا برضو يا علي كمان نقول حاجه مهمه بالنسبه للسواقين عموما، يعني توك توك او ميكروباص او اتوبيس، دول اكتر ناس معرضين ان هم يصابوا بالكورونا، لان طبعا زي ما انتم عارفين بيركب معاهم ناس كتير جدا، بياخد فلوس من ده ومن ده ومن ده، فلازم تلبسوا الكمامه، لان زي ما شفتوا يعني كان سواق التوك توك مش لابس الكمامه. طب ايه رايك اوريك التمثيل بتاعي ونوري الناس؟ لا انت اجمد مني بقى في التمثيل، انا لسه على قدي. لا الناس هي اللي تحكم، يعني الناس هي اللي تحكم مين ياخد البطوله الجايه يعني، فلو التقرير انا هديها لك يعني. طب التقرير جاهزه معانا؟ خلينا طيب يلا ناخد التقارير بتاعت علي ونرجع مره ثانيه. ايوه يا فندم. اتفضل. يا المعمل ده فين؟ نتيجة التحليل طلع عنده كورونا. انت اسمك علي؟ انت اسمك علي؟ ماشي، البس جوانتي والبس الكمامة وروح. بص خش يمين كده، تمشي يمين كده. انا مش سامع، اكتب لي. مش سامع، انا ما بسمعش اهو. ايه؟ لا انت يعني اكتب لي. تعال بقول لك يعني كده. لا اكتب لي، انا ما بسمعش. ماشي، ما هو مش هي على طول كده في مين. طب انا بقول لك انت ايه، ما انا بتكلم معاك وسامعك اهو. ايه سامعك وبيقول لك انا ما بسمعش ازاي بقى؟ انا بقول لك انا مش بسمعك. طب ماشي، ده مقلب. سامعك. انا بقول انت معانا في مقلب دلوقتي. انا ربنا يخليك. ربنا يخليك. انا لا بس انت ملتزم. انا بقول لك عنده كورونا وانت واقف ومكمل. انا عملت كده ورحت. عملت ايه كده؟ طيب طب ابعد شويه. كنت هوديه اصلا. كنت هتوديه؟ طب انت مش خايف تاخد العدوى منه؟ انا كنت اول ما اوصل البيت هروح مستحم ومظبط نفسي خلاص. في حد من عيلتك اتعرض لاي اصابه لا قدر الله او من صحابك؟ خالص الحمد لله. كويس الحمد لله جدا. الناس اللي عامله كمامه كده في المواصلات بتركب مواصلات؟ انا بركب مواصلات بس انا بتكلم عن نفسي، ماليش دعوه بحد. انا عاوز احافظ على اهل بيتي. فانا مش السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، مع حضرتك معمل تحليل رسائل. تمام يا فندم. العنوان فين؟ انا موجودتي لان الشخص ده عنده كورونا نتيجه التحليل كورونا. طيب ثواني. ماشي يا فندم، السلام عليكم. هقولها التحليل فيها ايه؟ ما اخلف.
العالم دلوقتي. تعالى برنامج رسائل العالم. اول ما سمعت ان هو عنده كورونا وكده فضلت واقف يعني ما مشيتش مثلا او كده، وكمان خدت القلم وكتبت له مش خايف متضرر. عشان ايه؟ متضرر عشان عنده واحد مصاب، فقلت اروح اتعقم انا. بنقول لك هو ده الشخص المصاب. لا انا مركز بالي من هو ده الشخص المصاب. والله والله الحمد لله. لا انا خايف على فكره. انت هتعمل ايه؟ كنت همشي. لان هو بيقول لك التحاليل فيها ايه؟ فانت بتقول له كورونا. الناس خايفة، وما بين برضو انها خايفة وفي نفس الوقت عايزة تساعد، علشان هو حد من ذوي الاحتياجات الخاصة بقى، ان انت بتمثل عليهم ان انت صم وبكمة، بس التمثيل اكتر من رائع يعني. تحفة الحمد لله. يعني لو في تقارير جاهزة معنا تاني اعتقد ان احنا كنا مصورين تقارير تاني يعني. لو في تقارير طيب اوكي. طب للأسف وقت البرنامج خلص. في تقارير كتير جدا صورناها وهتعجبكم باذن الله، ننزلها على صفحه البرنامج، فتابعونا عليها صفحه برنامج رسائل على الفيسبوك وعلى اليوتيوب كمان. طيب يا ريت كل الناس تتابعنا على صفحه البرنامج. كل التقارير اللي موجوده ان شاء الله هتنزل على الصفحه. خليني يعني اختم حلقتي بحاجتين. الحاجه الاولى، يا ريت كلنا نلتزم بالكمامه العاديه اللي هي اللي انا قلت عليها مواصفاتها، ونلتزم بالكحول والتباعد. يا ريت يا ريت، مش عشان احنا، لا علشان الناس اللي اكبر مننا. اوكي يعني حابب اشكر فريق العمل اللي بيقدم معايا المحتوى ده بشكل يوصل لكم بصوره كويسه. محمد ايمن مدير التصوير الخليجي، محمد طه المسؤول عن السوشيال ميديا والتصميمات، بشكركم جدا وبشكرك يا دعاء. انا بشكرك جدا يا علي، وبشكر كل الناس الحلوه اللي بتتابعنا، واستنونا يوم السبت الجاي في رساله جديده من برنامجكم رسائل. Thank you.